السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا سيدي جمال. كيف ياتيك قريبا؟ بخير. حفظكم الله ورعاكم أخويا. الله يرحم والدي، راه كنستافدوا منك بزاف. ياتيك قريبا. أكرمك الله أخويا. أخويا عندي واحد جوج سؤالات. يا سيدي. اللي كيدير العرس نهار عاشوراء في المثال غدا. إيه. والجماعة عنده شي. نعم. تأثير على المدة ولا ما كاين والو خرافات؟ لا، لكن أساسي في هذا عاشوراء اللي وصلنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الصيام. الصيام قال إن أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. أما الإنسان كيدير العرس أكيد هذا أمر عادي جدا، ولكن يحصل نفسه سواء في عاشوراء أو تزامن مع يوم آخر. الإنسان اللي كيبغي يدير العرس دارو في الصيف ولا في الشتاء ولا في أي وقت، خاصو نهار يدير العرس يحاول ما أمكن يكون محصن نفسه أنه يحصل العروسة وتحصل العريس، لأن بزاف ديال العروسات كيتصابوا ليك العرس. هادشي شدها بعين مرات متعددة. العروسة مسكينة فوق العمارية ومصوبة ومقادة وفرحانة والعائلة كلهم، وديك الساعة أصيبت برصاصات، رصاصات عيون، عيون ربما حاسدة حاقدة. فمادام ما مرت عليها إلا أيام أو أسابيع أو شهور حتى وقع النزاع بينها وبين الزوج ديالها وقع التفرقة. لهذا اللي بغي يدير العرس في أي يوم من أيام الله لابد أن يكون محصنا، يقرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات في الصباح والمساء، ولا شاف راسه بأنه مقصود ومتبوع، يقرأ البقرة، سورة البقرة فيها خمس أحزاب، يقرأها كاملة وغادي يكون إن شاء الله في حمية من أي عين ومن أي سوء. أما في هذه الأيام ديال عاشوراء الله يحفظنا وإياكم، كتكون ازدهار ديال صناعة السحر والشعوذة، هذا موسم ديالها. هذه الأيام المباركة اللي هي ديال المؤمنين الصادقين كيستغلوها بعض الناس للاشتغال في هذا الميدان ديال السحر، لأن الكواكب والنجوم عندها تأثير قوي في حسب ما يعتقدونهم. ولكن ربنا عز وجل يقول لنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حفظك الله ورعاك أخي جمال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا للا السعدية. الله يوفقك سيدي. أنا بغيت نحكي لك واحد المشكل ديالي. يا للا. أنا واحد الدرية كبيرة، عندي نقول واحد شي 34 سنة. عام. وملي هادي جلست وتأخر عليا الزواج، ومن هادي جا واحد الدري، جا واحد السيد تلاقى غير مع رجل اختي. قال لي باغي نخطبها. قال لي جا عاودي، قال لي صافي راه السيد راه غايجي يخطبك. قلت ليه وافقت عليه حيت انا كبرت السن زعما. نعم. وملي هادي جا خطبني، جا شافني المره الاولى صافي قال لي مواخا، وعطى لها عاد لامي وعطى لها عاد لخويا، انا ما عنديش بدا غيتيم. نعم. وملي هذا مشى جلس شحال من نهار هو يعيط لخويا، قال لي غنجي نتسلف من عندكم شي فلوس. واش ما عيط لراجل اختي قال لي غنتسلف من عندكم شي فلوس، شوف لا عند خوتها ولا عندها هي ولا عندك نتايا. صافي ملي هادي قال لي خوتي زعما هاد السيد قال لي من الاول جعلنا غير مره واحده، وبعد ما يبدا من الاول يتسلف من عندنا زعما جلسنا معاه لا عام لا عامين لا حتى شي حاجه. كانوا رفضوا لي عليه، قالوا لي صافي. وانا قلت لهم انا زعما حيت كانوا كركيزين خطاب وكنت كنرفضهم، هذا بحال ارتحت لي. ملي هذا ريحت الاخر هو يبني صافي غنجيب امي، وكاين ما عندوش حتى هو با، كاين عمو اختو جابهم عندنا. من جابهم عندنا ريح واحد مشاو وريح ايامات، كيقول لي زعما راه ايامات غنجيب لك حوايجك وغنجي نتكاتبو داكشي. خلاني وجدت الوراق ديال الكتبه وصيفطهم وجدتهم صافي. غنتكاتب في المدينه اللي ساكن فيها انا، ماش تكاتبو نتوما في المدينه اللي ساكن في البلاصه اللي ساكنين فيها نتوما. ملي هذا وجدت الوراق ديالي ريحت بهم دابا وفوا ثلاثة شهور، المهم الورق مات وصافي خصهم يتعاود يجددو. قال لك هو العدو اللي غيتكاتب عدو ديالو بوحدو كيعرفو غير هو. ملي هذا جابني من البلاصة اللي كنسكن فيها أنا، وجيت عند اختي ريحت شهرين وحتى فات الوقت ديال هو كيقول لنا غدا نعيط لك ونجي نتكاتبو، بعد غدا نعيط لك، بعد غدا نعيط لك، ما عيطش لي حتى شي نهار.
حتى شي نهار ما جا واحد الخطرة عيط عليا جوج مرات داني لدارهم عند مو مو كتبان لي بحال هكا تمحقني ماشي شي حاجة سميتو عليها ريحتي هذه يومين وما عيط لنا في التليفون مع الصباح قال خطو قالت لنا اجي عندي اجي قالت لي اختي اجي عندنا للدار دابا بين نقول لك شي حاجة مشات عندها اختي للدار قالت لها هذا السيد راه مزوج عنده كتلا جوج بنيات وراه قالت لي قالت لها راه مزوج راه كيضحك عليكم راه كيتفلى عليكم راه كيعطيكم الهاد راه كيتفلى عليكم وانت دابا الا مشيتي قالت لها ما تقوليهاش ليه ما تقوليش ليه راه حنا عيط مالك عطيني الهاد بلا ما تقوليش ليه راه كنا قولي سولنا عليك على التيسه من اللي هذا مشات اختي داكشي اللي قالت لي صافي دوك الناس قالت لي هاعدوني ما غنقول عليهم حتى شي حاجه قالت لها عيطوا لي هو قول لي صافي ما بقيتش تعرفنا وهذه ملي عيطوا صامينا في التليفون ما تيجاوبش هي تعيط لي اختو قالت لي ما جاوبكمش قلت لها لا ما جاوبناش قالت لي لا ما جاوبناش ملي هادي ريحنا شويه وهي تقول هي تقول وهي تعيط هو عيط لي هو الغد لي عيط لي قال لي اختك كانت عند نصب كنت عندكم في الدار قلت لي ما عرفتش فين مشات قلت لي تسخر ما عرفتش فين مشات انا ما بغيتش داك الهاد اللي عطاو لختي ما بغيتش نخسرو قلت لي ما عرفتش اختي فين مشات مسخره قلت لي ما عرفتش فين مشات قال لي يلا راه عاودت لي قال لي امي واختي وقال لي زاد دفعت علينا الباب وقالت لينا هذاك السيد اللي راه عندنا في 9 شهور هذه وما دار معنا حتى شي حاجه وبين نعيرو وبين نسبو وبين ندير ليه وراه قالت لي حتى حنايا ضنا قالت لي هزينا قالت لي التصاور ديال البنيات ديال اختك وقلنا لها شوفي البنيات وهذو راه البنيات ديالو هو وقلنا لها راه مزوج عمرنا ليها ودنيها وخينا مشينا قالت لي مسكتنا مفقسه هضرنا عليها لا اله الا الله ما عرفناش واش حنا اللي خلنا لها عاد ولا هما ما شاء الله هو كيعيط من الاول وكيقول لك انا الخل الهاعد ديال اللي عطيتكم راه بالي هو كسيده وبالي في المصيب وبغالي كيدعي غير من المصيب وحنا عمرنا ما خلنا لها عاد اللي عطينا لا اله الا الله ودابا ما لقيت درنا واحد خرجنا واحد الدريه ومشينا للمنطقه اللي كيسكن فيها البلاصه اللي كيسكن فيها ومشات هذيك الدريه اللي معايا سولت عليهم قالوا لها خايبين ونصابين وميتشاف وقال لها راه مزوج بصح وراه مخيبين وراه واخا كيدعوا على ريوسهم وراه مخيبين مزيان وانا حصلت من جهه تاعنا وساكنه في العروبيه والعائله ومشى لدارنا ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه ما هي اربعه سبعه المرات وكيمشي لدارنا ما شاء الله ما بقيتش عرفت اش ندير لا مع خوتي ولا مع عائلتي وشوهني مع المجتمع كامل واحد الدريه كان صلي ومحترمه وما كان بقيتش الحرام يتفرج علي وانا نشوف فيه حتى بعيني لا اله الا الله وكتب علي الله هذا المكتب لا اله الا الله السعدية نعم ودابا انا حلمة واحدة حلمتها لي ما عرفتهاش شناهي من اللي زعدنا المرة الأولى المرة الأخرى حلمت به زعما هو جا لعندنا وجا لعندنا ملي جيت بنسلم معاه طفى عليا الضو ولات على الظلمة دز بن جلس مديت لي يدي في الظلمة ودز بن جلس الأرض شعل الضو قلت أنا صافي بلا ما نسلم عليه راه سلمت عليه ملي سلمت معاه في الظلمة ظهرك مشى لواحد البلاصة نعس فيها زعما وكيبان لي ناعس بالصباط ديالو كيتقلب قلت انا علاش هذا ما جاش ناعس مالو شنو بيه هذا الحلم حلمت هذيك الساعه ملي جا المره الاولى ودابا انا بغيت قدها معايا شاجيها عليا الله راني قلبي ما عالم به الا الله تعالى وتبارك راه كان صوني عليك جوج شهرين دابا في هذا النمر لا اله الا الله ومو باش تشد لي الخط ما شاء الله ما شاء الله نهار الا ما داريش الدعاء ونرتاح من جهه هادشي كلشي انا ما بقيت بيت لا زواج لا حتى شي حاجه في هاد الدنيا لا اله الا الله شحال عمرك اختي السعديه؟ عندي 34 سنه مازال باقا صغيره لاله السعديه مالك هزه الهم مازال باقا صغيره ومازال يجيب لك الله ولد الناس ومازال تولدي وتعاودي تولدي ان شاء الله تعالى الخير كله الى الامام باذن الله وهذيك الرؤيه اللي شفتيها لاله السعديه ملي شفتي كان ظلام ثم شعل الضوء وانت سلمتي عليه معنى انك انت بديتي بالسلام نيتك صافيه انت درتي النيه ومن النيه هو اللي كيربح مادام سلمت عليه درتي النيه ثم هو ملي مشى ما بغاش يديه النعاس معنى انه راه ظلمك ولكن الضمير ديالو حي الضمير ديالو ما غاديش يخليه يرتاح ما داش النعاس لانه كيقول هاد البنت دارت فيا النيه ودقيت بابهم وكليت طعامهم ووعدتها ومن بعد اخلفت الميعاد السعديه ربما انت مرضيه الوالدين الله عز وجل بين لك العيوب ديال هذا الانسان قبل ما تكوني معاه امراه ويكون الزواج وتكون الامور كبيره
الله تعالى اذا احب العبد المؤمن كيبين ليه الامارات في اول طريق. انت باقي ما خسرتي والو. تصوري معايا لو انك درت صداق ودرت العرس وكانت الدخله وقع الحمل وعاد اكتشفتي فيما بعد بانه راه ما باغيش يتزوج وانه مرتبط وعنده اولاد وانه كذا وكذا، غتكون ديك الساعه المصيبه اعظم والخطب اشد. ولكن حتى انت عندك نيه حسنه الله تعالى بين لك العلامه في اول طريق، فما تحزنيش ما تقلقيش، امر الله تعالى نافذ ورحمته اوسع ان شاء الله تعالى. اكثر من الدعاء في السجود في قيام الليل، وربي عز وجل يسوق اليك الزوج الصالح ويعطيك الله العائله المباركه ومازال الخير للامام. فاسال الله الكريم المتعال في هذه الليله الطيبه من تسعة وعشرة، اللهم يا ربي يا كريم اكرم اختنا السعديه، اكرمها يا ربي بزوج صالح، اللهم عوضها خيرا مما ضاع لها. يا كريم يا ودود يا جواد يا ارحم الراحمين يا لطيفا بالعباد، اللهم يا ربي ارزقها في القريب العاجل بالزوج الصالح وعوضها خيرا مما ضاع، واسعد قلبها وارفع شانها وفرج همها ونفس كربها، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.